انا حابب بس اسمع منكم شو الاجراءات، شو المطلوب، كيف احنا نقدر نشتغل مع بعض. انا عم بتابع المنخفض اللي جاي هاليومين، فبس بدي اكد على كل مؤسساتنا تكثيف الجهود بالنسبه لكل الاجراءات اللي مطلوب لحمايه المواطن. بدناش ننسى الكارثه اللي صار قبل سنتين، فانا بدي كل مؤسساتنا يدسكوا مع بعض. بدنا نتاكد على وضع البحر الميت، الغور، العقبه، البتراء، عمان. فرجاء خلينا نضلنا كلنا على اتصال، نتاكد انه فعلا حمايه المواطن اولويه لنا.